أكدت الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جاما في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أن برنامج الارتقاء الحضري وتطوير المناطق غير المخططة نموذج لتكامل الجهود التنموية لمواجهة ظاهرة الفقر والبطالة بالمناطق التي ينفذ بها. جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعرض أنشطة برنامج الارتقاء الحضري وتطوير المناطق غير المخططة والذي ينفذه الجهاز في كل من محافظتي القاهرة والجيزة. برنامج الارتقاء الحضري ده جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اشتغلنا عليه بالتنسيق مع محافظتي القاهرة والجيزة، وده بتمويل متاح من الوكالة الاتحاد الأوروبي، من الوكالة الفرنسية من مفوضية الاتحاد الأوروبي. كان الغرض من إتاحة هذه المنحة إن احنا نشتغل على 4 أحياء، اشتغلنا في القاهرة على الزاوية وعلى عزبة خير الله، واشتغلنا في محافظة الجيزة على أرض اللواء وميت عوبة. كان الغرض إن احنا رص طرق، تهيئة بنية أساسية، توصيل مرافق مية وصرف صحي، احنا بنشتغلنا عليهم. كان الغرض الأساسي من شغلنا ده إن احنا بنهيئ البيئة نفسها، لأن تهيئة البيئة ده شيء مهم جدا، بتخرجي بالمواطن من مجال العشوائية اللي هو ممكن يكون قاعد فيها. بنحاول دايما ان احنا نشتغل على متطلبات المحافظه بعيد عن الخطط الموضوعه اليوم في موازنه الدوله، كنوع من المساعده فعلا ان احنا حريصين ان احنا ما يتاح لنا من منح ان احنا نوجهه للتنميه الحقيقيه.